على مائدة ألف مع محمد غازي. حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني الدائم على مائدة ألف، معي أنا محمد غازي صدقة. وأكيد في حلقتنا اليوم طبعا مهمة كثير، مهمة من أي جانب، مهمة ما شاء الله تبارك الله، لأن إحنا ناس ما شاء الله على الفطور على السحور كذا، يعني 16 ساعة 17 ساعة صايمين، فنجي على الفطور كذا نحاول نخبط الدنيا، سمبوسة على مقليات على كنافة، الله على الكنافة، الله أمي أمسي عليك بالخير. وأقول لك اليوم معانا طبعا كابتن، وهو على فكرة هو عضو الاتحاد العربي لكمال الأجسام، فلذلك هو بيوصل لك رسالة والدتي العزيزة بأنك ترحميني من الكنافة اللي كل رمضان تسوينا إياها. الله يطول في عمرك أول شيء، وأقول لك كل عام وانت بخير يا تاج راسي، ولكن في النهاية ارحميني، لأنه الكنافة اللي تسويها يعني ما شاء الله في اليوم الواحد يتسويها 30 يوم على فكرة، بس أنا ما أذكر اسم ضيفنا لأن ذا يتسويها 30 يوم، وفي 30 يوم هذه ما شاء الله تبارك الله الوالدة عندي كل يوم 2 كيلو، فلذلك نوصل آخر الشهر 60 كيلو زيادة يا آدمية رحميني. يعطيك ألف عافية طبعا محمد غازي، أقول لك كل عام أنت بخير. وخليني أنا اليوم أرحب بضيفي أيضا المميز اللي في الحقيقة يتابعوه على فكرة، اسمه الساحر اللي قضى على الكرش، الساحر اللي قضى على الكرش، عنده 250,000 متابع ما شاء الله تبارك الله في سناب شات وفي السوشيال ميديا في تويتر، يعني ما شاء الله متابعين كثر عشان ياخذوا مسألة الرياضة الدائمة في رمضان وكيف ممكن أحافظ على وزني. خليني أرحب طبعا بضيفي الأستاذ وائل والكابتن وائل جلال، هلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك والمستمعين الكرام، والله يحييك أخوي محمد. وائل انت من مشاهير السوشيال ميديا ما شاء الله، انا شايف انه في لك متابعين كثير وما شاء الله تبارك الله تطلع دائما في سنابات حتى كمان لافضل المشاهير التلفزيونيين. انت بديت خطواتك في مساله تخفيض الوزن كانت في وزن 125 شخصيا لك انت، صحيح؟ حكينا عن الرحله هذه. انا اصلا كانت بدايتي في عمليه نزول الوزن، يعني القرار اتخذته كان في رمضان، في أواخر رمضان في العيد، لما دخلت السوق أدور ملابس العيد ما حصلت ملابس مناسبة لي أنا. ويا أخي إحنا اللي عندنا أوزان عالية كده نروح أماكن معينة كده مكتوب عليها من بعيد إكس 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 لارج للأجسام الكبيرة، مش عارف إلى نهاية العيد. أيوة يعني ما يا أخي ما تأخذ راحتك، ما تلبس كده ملابس زيك زي الناس، حتى المحلات اللي تدخلها تبغى تلبس منها ملابس حلوه ما تطلع لك حلوه، صحيح؟ لانه انت في النهايه عندك زوائد من كل مكان، يمين يسار، عندك دهون طالعه هنا، عندك دهون طالعه هنا. فاصلا كان قراري كان في رمضان، في اواخر رمضان على العيد، لما كده خلاص ضاقت بي الدنيا، ما في شيء داخل فيها كويس، ما في شيء مناسب ليا، قلت خلاص لازم الواحد يعمل استوب ويبدا حياه جديده. فكان بدايه قراري من رمضان. وائل دائما الواحد تتغير طقوسه العادية قبل شهر رمضان، ولما يوصل في شهر رمضان تبدأ الطقوس تتغير إلى مسألة زيادة الأكل، كأنه السنة كلها ما بيأكل البني آدم، يبدأ يزيد وزنه بدل ما يقل وزنه مع الصيام، مع أنه يعني عندنا عادات غذائية سيئة، صحيح؟ ما هي سليمة، صحيح؟ مع أنه على فكرة رمضان هي فرصة مرة كبيرة انك انت تتحكم بوزنك. كيف؟ انا اعطيك مثال. الان هي مدة الصيام كم؟ مدة الصيام حوالي 14 ساعة 15 ساعة. انت عندك الان لما تكون لما تكون في الايام العادية عندك انك ايش الاسهل، انك تتحكم ب 24 ساعة ولا فقط تتحكم ب 12 ساعة؟ انت اصلا مجبور ان انت 16 ساعه تصومها، فاللي باقي لك اصلا من اليوم هي 12 ساعه. فاذا انت اتحكمت ب 12 ساعه هذه اللي بقيت لك من اليوم كده انت ضبطت اكلك وضبطت جسمك ووزنك نزل، افضل من الايام العاديه، لانه الايام العاديه انت عندك مضطر انك تتحكم ب 24 ساعه في الصباح في الظهر في العصر، يعني عندك داخل ساعات كثير، لكن في رمضان انت اصلا كده صايم، كده الناس اصلا صايمه وعندك وجبات معينه في اوقات معينه هي اللي انت راح تاكلها، صحيح؟ فهو وقت مره مناسب انه جسمك يتحسن وزنك ينزل. وائل خلينا نتكلم عن طقوسك انت الشخصيه، ايش بتسوي في رمضان؟ والله رمضان اكيد يعني حيعطي فايده للناس، يعني خليك من المثاليات، خلينا نتكلم بعاميه كذا، انت رجال باين عليك يعني في رمضان، خلينا نعرف بتدخل كذا على الوجبات، ما في رياضه ما في اي شيء ولا ايش النظام؟ لا انا اصلا يعني قبل لا ادخل في عالم التمارين انا شيف قديم،
يعني الله. من 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 الناس اللي أعشق موضوع الطبخ. فرمضان يعني كده قبل المغرب أدخل المطبخ أقعد كده أضبط الأكل مزمزة كده. أيوة أيوة. أنا المشكلة إنه الطبخ اللي أنا أعملها العيلة كلها يجي أكلوا منها ما شاء الله. ومع إن على فكرة يعني على كده إحنا إن شاء الله بإذن الله معزومين في شهر رمضان المبارك. أهلا وسهلا جميعا مع المستمعين الكرام. طبعا الله يعينك 200 300 400 مليون حيجوك في الليلة. طيب فأنا أحب أعمل أكل دائما بنفسي, خصوصا في رمضان كده عندي كده أكلات معينة. الفول المبخر, عندك شربة الحب, عندك الملوخية. يا اخي الاشياء هذه كلها تعطي كده يعني تحسسك انه فعلا رمضان جاء. انت بتجيني في نقاط الكنافه ضعف. الله في نقاط ضعفي. عارف نقاط ضعفي ايش؟ الملوخيه, الكنافه. خلينا نصوم. وائل, ايش الرياضه اللي تمارسها دائما في شهر رمضان؟ دائما انا احاول بقدر المستطاع انه في رمضان احافظ على الجسم اللي انا وصلت له خلال السنه. لانه في رمضان يكون بالنسبه احنا كلاعبين كمال اجسام يكون صعوبه انك انت تزيد موضوع نسبة العضل عندك, بحكم انه جسمك جالس 16 ساعة ما بيوصل له الغذاء الكامل, يعني ما بيوصل له بروتين والكلام هذا. فنحاول بقدر المستطاع في رمضان احنا نحافظ على الوزن اللي احنا وصلنا له. انا عادة قبل المغرب بأمشي لمدة 40 دقيقة بأفطر. فطوري بينقسم قسمين, فطور اول ما يبدأ اذان المغرب لين ما ينتهي الأذان وأقوم أصلي. فترة إنك أنت تقوم تصلي وترجع مرة تانية هنا بتعمل عملية فرملة للمعدة. لما ترجع تاني شهيتك هتبدأ تقل, فما رح تبدأ يعني ما حتكون شهيتك قبل المغرب. قبل المغرب هتشوف الصفرة قدامك تبي تأكل أكلات مرة كتير, لكن لما تقوم تصلي وترجع مرة تانية حتكون الشهية عندك أقل. طب حناخذ فرامل ونواصل. حناخذ فاصل ونواصل. حلو فرامل ونواصل. حناخذ فاصل ونواصل أكيد مستمعينا الكرام على مائدة ألف, خليكم معنا. على مائدة ألف مع محمد غازي. وائل حياكم الله طبعا من جديد, وايضا مستمعينا الكرام نرحب طبعا بضيفنا وائل جلال, عضو الاتحاد العربي لكمال الاجسام ومدرب ومحكم دولي. وائل متابعينك ما شاء الله تبارك الله وصلت لعدد كبير تقريبا ما يقارب 250 الف متابع. الحمد لله. هذا رقم ليس بالسهل خصوصا لمدرب كمال اجسام, يعني نعرف انه هالرقم نشوفه للعيبه كره قدم, لناس خاصه في مثلا مجال السوشيال ميديا بالعربي الفصيح كذا اللي بيطلعوا كذا يعني يقولوا نكت يضحكوا, بس مدرب كمال اجسام ما حيتعدى 50 ل 100 ألف. صحيح. يعني اذا مره يعني ضربتها. هذا اذا كان مو مشتري كمان. وائل المتابعين اللي عنده حقيقيين, هذا اللي احنا نلاحظه. يعني ما شاء الله التويت عندك عالي, مساله التواصل عندك باستمرار في الصفحات في السوشيال ميديا بصفه عامه. كيف وصلت لهذا الرقم؟ طيب اول حاجه يعني اكيد في شيء وصل للناس عشان كذا صار عندك متابعين اكثر. طيب اغلبيه المدربين حقون كمال اجسام لغتهم مع الناس لغه شويه صعبه, يعني مو اي احد يفهم اللغه اللي هم يتكلموا فيها. نعم. لكن اللغه اللي انا احاول اتكلم فيها مع الناس خصوصا في السناب انه انا عاميه الناس اللي تتابعني, كل الناس اللي يعني اغلبيه شرائح المجتمع تتابعني, فأحاول بقدر المستطاع المعلومات اللي أنزلها تكون جدا مبسطة. ما أحاول أدخل مصطلحات, ما أحاول أدخل أشياء صعبة مو أي حد يفهمها. أحاول بقدر المستطاع أنه أنا ألتمس حاجة الناس أو مشاكلهم الصحية, مشاكلهم في التغذية, مشاكلهم في الرياضة, وأتكلم فيها. نعم. أبعد عن, عن, عن الأشياء اللي المتقدمة اللي ما يفهمها إلا الشخص المتخصص في كمال الأجسام, أنزلها عندي بس مو بكثرة. أوكي. فعشان كده الحمد لله أخذت شعبية, أخذت الحمد لله يعني يعني أخذت جماهيرية حلوة من الناس. الشيء اللي برضو يميز سنابي إنه أنا سنابي تفتحه تلقى فيه فقط معلومات, ما تلقى فيه أي حاجة تانية. نعم. حياتي الشخصية ما تنزل في السناب. بعض الناس لما تتفرج في سناباتهم تحصل سنابات وبيدخل تفاصيل مرة كتير عن حياته الشخصية, عن ممارساته اليومية. أنا تفتح سنابي تحصل 1 2 3 الموضوع اللي تكلمت فيه أتقفل بس. كلام جميل. متنوع, في طبخات صحية, في فقرات أشياء تشتريها من السوبر ماركت, في نصائح,
يعني بحاول أجمع جميع المعلومات وأبدأ أنزلها بطريقة تانية. الشيء الأخير إنه كل معلومة أنا بنزلها في السناب تكون لها مصدر معتمد ويكون مصدر حكومي، سواء من مصادر حكومية أمريكية أو من هيئة الغذاء والدواء. يعني عندي مجموعة مصادر أنا برجع لها وتكون المصادر موثوقة كلها. كلام. إيش تقدم نصيحة للمستمعين في شهر رمضان خصوصا في العادات الغذائية والتغذية؟ أهم شيء في شهر رمضان، الناس عندها خوف إنه دائما رمضان وزنها يزيد. أنا أقول يا جماعة بالعكس، إذا أنت مشيت على نظام مرة مناسب، يعني نظام صحي، اتبعت رياضة صحية، ترى شهر رمضان من الأشهر اللي ممكن تفيدك وممكن تساعد في عملية نزول الوزن وتحسن جسمك، لكن فكر فيها بطريقة صح. وائل، لمن توجه دعوة الإفطار على مائدتك؟ أول واحد لك أنت، طول لي بعمرك. هذا أكيد طبعا، من دون ما توجه لي أنا جاي. والله كل المتابعين والمستمعين كذا ما حتخلص، كذا حتفتح مطعم. وائل، في شخص تمنيت أنك أنت ما تصل معاه لمرحلة الزعل ووصلت معاه لمرحلة انفصال في العلاقة، ولكن في النهاية أنت في شهر رمضان المبارك تقدم له اليد اليمنى وتتمنى أنه يسامحك وترجع المياه لمجاريها، مين هذا الشخص؟ وأنا أرى في عيونك حزن. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل ونرجع تاني ولا ناخذ فرامل؟ لا. طيب، أكيد هذا الشخص يمثل لك شيء كثير. أنا بصراحة ما عندي أعداء، لكن سبحان الله كل شخص يعني في النهاية ممكن يكون كان له علاقة بشخص كان يعني له أشياء مرة كثير، وتحت ظرف من ظروف الحياة كلمة ما كان في نصيب، وكل واحد كان في حاله وبس. يعني الله سبحانه وتعالى يكتب الأفضل دائما، وما يروح شيء إلا يجي اللي أفضل منه. صحيح. أكيد. خليني أقول لك وائل جلال، أنت يعني جدا جميل اللقاء معك، وحديثك جدا شيق، وفي نفس الوقت من الشخصيات اللي أعتقد تستحق فعلا المتابعة بكل وسائل التواصل معك. أنا أقول لك من طاولة مائدة ألف، أقول لك أنت ضيف كان مميز مثل باقي ضيوفنا المميزين دائما على مائدة ألف، لذلك أنا أقدم لك الشكر الجزيل طبعا في تواجدك معنا على مائدة ألف في شهر رمضان المبارك، وأقول لك كل عام وأنت بخير. الله يسعدك وتشرف فيك، وشكرا على كلامك. طبعا مستمعين الكرام، هنا وصلنا لنهاية حلقتنا، مثل ما عودناكم دائما كل يوم عندنا ضيف مميز، واليوم كان معنا الأميز وائل جلال المحكم الدولي وعضو الاتحاد العربي لكمال الأجسام. نقول له طبعا بإذن الله نبشرك أنه بعد نهاية الشهر أوزاننا بإذن الله يعني وصلت 100 وشوية، بمناسبة كل النصائح اللي قدمها لنا، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. غدا معنا أكيد ضيف جديد وضيف مميز كما عودنا معكم على مائدة ألف، معي أنا محمد غازي صدقة، أقول لكم مساءكم جميل ويومكم جميل في شهر رمضان الكريم.